متابعينا الكرام، متابعين موقع بصراحة، معكم محمد الجندي، وكل عام وأنتم بخير. مع بداية العام الجديد 2024، توقعات كله بيستناها، الأبراج مين هيحب مين، إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل بالأدلة. النهاردة أنا معايا خبيرة توقعات والأبراج والطاروت زي ما بيقولوا، كل ده هنفهمه منها بقى، الأستاذة نجوى يعني السحلي اللي هي ادى التوقعات كانت في الصميم، اصابت مش خابت. شرفاني ونوراني على الموقع بصراحه. قربي بقى المايك عليك كده، قولي لي بقى انت عامله قلق الفتره اللي فاتت ليه؟ ايه موضوع الاهلي اللي انت قلت هيفوز وفاز وزعلت منك الزملكاويه، ايه اللي حصل؟ لا لا ما اقدرش طبعا، بس هو انا ماليش في الكوره ده اولا. انطلب مني توقعات في برنامج، وطبعا قلت توقعاتي بشكل عام، وكان من ضمنها في جانب الكوره عن النادي الاهلي. فانا توقعت النادي الاهلي فوز جوائز عديده، وده كان في شهر اكتوبر الماضي، وقلت فيه يعني بعض الجوائز اللي ممكن النادي الاهلي ياخدها في 2024، وقلت كمان انه في جوائز فضيه وذهبيه، وصوت بعض اللاعبين في الاهلي لمراكز الشهره. ف يعني انا بصور برامج بشكل مستمر، فطبعا هم يعني حدث الاهلي كسب جده، حصل ان التوقع بتاعك اتحقق. حصل ايه اللي حصل مع جمهور الزملكاويه بقى وزعلوا وقالوا لا هي لازم تتوقع لينا زي ما توقعت، احنا نفسنا نكسب؟ دي حقيقه، في ناس كتير زعلت، وانا قلت حد طلب مني ان انا اتوقع لنادي الزمالك، اكيد هعمل ده ان شاء الله. من ضمن التصريحات برضك اللي انت يمكن قلتيها ل 24، الفنان عادل امام هيرجع للساحه تاني، صححي او اكدي براحتك. لا 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 هنصحح، لان انا قلت انا اتسالت عن الفنان عادل امام وقلت انه هنطمن عليه في 2024، قلت ان شاء الله في مصادر هتطمنا اكتر على الفنان عادل امام او الزعيم، وقلت من كذا مصدر. بس انت يعني حاجه روحانيه ولا بتقعدي مع نفسك كده فبيجيلك التوقعات، ولا بص في النجوم فبيجيلك توقعات لسنه جديده؟ لا هي التوقعات زي ما بتيجي بقى وخلاص، لان طبعا انا بشتغل تارو ابراج توقعات أبراك. يعني ايه تارو؟ طيب عشان بس اللي بيتفرجوا علينا يبقى يعني التارو ده علم. اوكي التارو ده علم ومعروف، ودلوقتي اعتقد انتشر جدا على السوشيال ميديا، بس يعني هي ناس معينه اللي بتقدر يعني تتوقع في التارو من خلال الابراج كويس. بس انما هو التارو مرتبط بالابراج يعني، فبتطلع طاقه الشخص مظبوطه في القراءه. تصريح ليكي على احدى الصحف المعروفه ان السنه دي هيبقى في انتعاش في الاقتصاد او انخفاض في الاسعار، وبالتالي انتعاش في السوق المصري، ايه صحه التصريح ده؟ برضو انا صرحت الكلام ده في برنامج ومن ضمن التوقعات، وقلت دي هتبقى مفاجاه، وبالفعل حدث. يمكن بعدها ب 25 يوم حصل في مقاطعه لبعض السلع للشركات الكبرى، شركات اجنبيه، وبعد كده حدث اقبال على المنتجات المصريه، وبالفعل نزل في تخفيضات حدثت، يعني سمعنا نص. فكل يعني اللي قلته حصل سبحان الله. يعني 24 شايفه ايه ابرز التوقعات من نجوى السحلي ل 24؟ عايزين بقى حاجات كده ايه حصريه بقى. هو ابرز التوقعات تجاه الاسعار، في صعود وهبوط في او تباين في البورصه. الذهب بشوف انه اسعار الذهب هتنزل، بشوف ان في بعض يعني ممكن اسعار الذهب تنزل؟ هتنزل بعد ما وصلت للسعر ده؟ هتنزل فتره وهتطلع تاني. تمام، ايه تاني؟ بس طبعا قلت لي حاجه على الفنان محمد منير على ما اعتقد. الفنان محمد منير في ناس كانت بتسال على صحته، برضه سالت في البرنامج وقلت ان هو ان شاء الله هيكون بخير، هو اصلا بخير،
وبالعكس ده 2024 في ألبوم هيعمله جامد جدا إن شاء الله. ده بنقول توقع صح كده؟ توقع. توقع يعني. توقعات. هنقول رايحه ان هي ممكن تكون مؤكده ولا توقعات توقعات الابراج بقى. يعني انت شايفه الحظ في 24 رايح مع انهي برج بالظبط؟ لا، هم في بعض الابراج كده حظوظ رايحه لهم، دي حقيقه. يعني مثلا برج الحوت، برج الجدي، حظوظ على جميع الأصعدة. يعني ممكن اللي مش متجوز هيتجوز، اللي معهوش فلوس هيجيله فلوس مثلا، ممكن. بالظبط. يعني بيقول لك هو محظوظ، كان منحوس في 23 ربنا يكرمه في 24 ويبقى محظوظ. الجدي، العذراء، الحوت، مادية، اوكي، في الجوزاء نحو السفر، هيبقوا محظوظين قوي برضو. برج الحمل، الحوت، القوس، الجوزاء، السفر اكتر يعني. هو الاسد ملوش نصيب ولا لا؟ الاسد يعني غلبان خالص 24 ولا ايه؟ لون نسبه 75%. انا مش عايزه اقول نسب، ولكن انت بتسالني على الابراج بشكل عام. ولكن الاسد ليه نسبه طبعا، هيحصل له حاجات كويسه جدا، بس انا شايفه نسبه 70%. بس 70% في ناس يعني بتقول لا قليله وبيبقوا زعلانين، بس انا هذكر الاسد نحو طاقه العمل والسفر. اوكي. الجدي ماديا، مشاريع، بالظبط يعني ده اللي انا شايفاه. يعني ممكن الجدي يجيله فلوس يعني نحسي فوق شكلك برج لا لا والله الاسد لا لا لا، في ابراج حلوه جدا هذا العام كانت مفتقده، يعني من ضمنهم الحوت، يعني من الحوت في فعلا ازدهار حلو جدا نحو العاطفه والاموال للابراج اللي انا ذكرتها والسفر، عشان كده بتكلم بشكل عام. قبل اللقاء بتكلم معاكي في موضوع ومسكت ايدي كده وتقول لا، يعني ما بقول لك على ساحه الفنان عادل امام فمسكت لي كده لا، انا جت الاشاره لا، ايه الموضوع ده؟ اللي هو لا، لانه انا بحس يعني انت ممكن تكلمني عن شخص فحس يعني تحس ده وحش ده كويس ده خلاص يا كده يا كده. لا يا مثلا لو في انت بتقول لي هيطلع في الساحه، قلت لك لا ما اقدرش اقول كده، لكن هو احنا هيصلنا بعض الاطمئنان من كذا مصدر على الفنان ده. فالفنان عادل امام زعيم يعني ومعروف، وحاجه يعني احنا كلنا بنحبه، في طاقات واخبار ايجابيه جدا هذا العام ان شاء الله. مين من المطربين ممكن يكون ليه نصيب غير محمد منير في 24 ويكون نجمه ساطع؟ من الفنانين ولا؟ من الفنانين اللي هو الموسيقيين المطربين بالتحديد، يكون نجمه ساطع كده وهيطلع في 24 وهيكسر الدنيا اكتر. لا، هو انا شايفه غير المعروفين قوي. يعني المعروفين قوي ابرز حفلات ليهم، شايفه تامر عاشور، شايفه تامر حسني. في عند تامر حسني احداث ايجابيه ومواقف جميله قوي هتحصل في 2024. تمام. يعني مواقف هتلفت، يعني لان هو ان هو فعلا هتاخد الشارع ليه تاني. شايفه انه بشوف حمائي المختفي، كان مختفي شويه في 23، في عنده سفر كتير وفي حفله هتبقى حلوه قوي قوي وتسمع جدا. انت بتقولي شايفه اللي هو امتى؟ من قبل ما اجي لك ولا شايفه دلوقتي لما انا سالتك؟ دلوقتي لو انت بتسال. والله كلمني عن حد، ما يعني طبيعي ان نجم معروف زي ما بيقولوا. فببدا اتكلم عنه. اسالك سؤال. اتفضل. الخرزه دي دي سبحة بقول اسكارتي عليها، فسبحة عادية. عادي ما لهاش علاقة بال لا 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 لا، دي تاني مرة طلعت فيها في برنامج وبلبسها اللي هو كنوع من التحصين، بسبح بيها هي على طول في ايديا مش اكتر. بس لكن ما بتقربش المسافات شوية ليكي في لا 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 لا، طب ما انا على طول بطلع بساتي وفيديوهاتي من غيرها. بقول لك تاني مرة البسها، لكن هي على طول معايا. النجوم موقفها ايه معاكي؟ نجوم إيه؟ يعني انت بتعرفي ان النجوم مثلا ما بتبقى ظاهره بتفيدك في حاجه ولا ده مش في مجالك خالص؟ توقعاتي في الابراج وتوقعات عامه زي ما انت بتسال كده وخلاص. ايه تاني ممكن تقدري تقوليه يكون اتحقق باذن الله يعني في 24؟
هو انا قلت لك ان انا بتكلم عن التوقعات. اللي هو تتوقعيه. انا شخص متفائل. انت شايف الحياة حلوة قوي. وبدرس في ده فبتوقع الحاجة على الله بقى. يعني تتوقع الحاجة الحلوة، الحاجة الوحشة لا. يعني الواحد هيطلع واحدة لا، انا ماليش دعوة بالموضوع ده. لا مش هقول الكلام ده ليه، لان انا طاقتي حلوة. دايما بدي الشخص اللي قدامي خاصة متابعيني او اي شخص بيسألني، لو حتى حد بيعمل معايا استشارة شخصية دايما بخليه هو متفائل عشان الحاجة اللي هو عايزها يعني تحصل. انا زي لا انا مش يعني انا ما بشوفش نفسي ان انا بقول اي حاجة سلبية. تمام. او ما بحبش يعني الطاقة السلبية لا، انت مع الايجابية وكل ما هو في تفاؤل. بالظبط. يعني انا اتسالت هل وباء كورونا هيتحرف اكتر من كده هيأذي؟ لا انا مش شايفه وباء كورونا ده، انا شايفه ان هو هينتهي ان شاء الله في عام 2024. كلمه لكل اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي، وساعات قليله وتنتهي السنه 23 ونبدا في 24. يعني هقول تفائلوا بالخير تجدوه، لان اكتر الناس اللي بيحصل معاها احداث غريبه هم الناس المتشائمه. يعني قلت ماشي مبدا تفائلوا بالخير. تمام. يعني اللي هو بيتشائم ده بيجي له اللي هو المصيبه بتنزل على دماغه. اي حد عنده امنيه يفضل ماشي وراها يطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، اكيد ان شاء الله تتحقق. انا شخص النهارده داخل سنه جديده، ليه اتشائم؟ ليه احط في دماغي بس الطاقات السلبيه والاخبار وظروفي الماديه اللي كانت مش سامحه هتفضل موجوده؟ ليه انا ما اقولش بكره افضل؟ ان شاء الله مادياتي هتتحسن، ان شاء الله يعني ما شايفه حظها قليل في الارتباط، ليه ما تقولش السنه دي ان شاء الله هيكون عندي ارتباط؟ ليه ما يقولش السنه دي او العام ده هيكون عندي سفر لدوله انا كان نفسي اروحها؟ يعني هو تفائلوا بالخير تجدوه يعني. والنهارده بقى لا انا بقول ناس كتير ان هي تتمنى كل الامنيات اللي هي عاوزاها وان شاء الله ربنا يحققها. شكرا لك. شكرا لك يا استاذه نجوى السحلي وخبيره الابراج والعروض. واللي عملت الازمه بقى مع الاهلي بقى ماشي. طبعا كل متابعينا موقع بصراحة الكرام زي ما احنا شايفين، والله يا هتراضي الزمالك وهتقول حاجات حلوه قوي في حق الزملكاويه والفريق الزمالك. ان شاء الله ان شاء الله هيكسب بقى الايام اللي جايه بقى باذن الله بقى. يعني يديهم خبر تفاؤل برضك. يعني ليه ميداليات؟ شايفه انه له ميداليات وفي عنده بعض الماتشات اللي هتفرحهم ان شاء الله. يعني 24 ان شاء الله ربنا يرضيهم يعني وهيكسبوا كده ويبقوا حلوين. لا 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 والله انا في حد زملكاوي شخصيه كبيره قالت لي ما تتوقعيش للزمالك ودايما كسبنا. قلت له لا طبعا اتوقع عادي، لان في عنده بطولات وفي عنده جوائز كمان هياخدها، ليه ما توقعش؟ انا شايفه حاجات كويسه، ليه اقول العكس؟ شكرا ليك. شكرا ليك. طبعا كل متابعين موقع بصراحة الكرام، النهارده كان معايا في نهايه عام 23 خبيره الابراج والطارود الاستاذه نجوى السحلي، وقالت على توقعات خطيره جدا ان شاء الله تتحقق باذن الله وحده في 24. شكرا لكم.